إحداث صندوق التكافل العائلي للنواب عبد الغني وفيق، نور الدين مضيان، محمد الطيبي، محمد الزلماط، عبد الواحد الأنصاري، فتيحة البقالي، بن ناصر والحرير، ومبارك الطرمونية من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. أحد السادة النواب. السيدة النائبة فتيحة البقالي، تفضل. السيد الرئيس، السيد الوزير، السيدات السادة النواب المحترمون، ارتأينا في فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ضرورة طرح الإشكالية ديال صندوق التكافل العائلي اللي عرف واحد التعثر في الخروج ديالو إلى حيز الواقع، مع العلم أن مدونة الأسرة ركزت عليه، ونعرفوا يعني الإشكاليات اللي كتعرفها الأسرة، خاصة أننا يعني حقوق المطلقات وحقوق الأطفال يجب أن تصان بعد الطلاق، وتعرفون ما لهذا الصندوق من يعني من دور أساسي يعني في تغطية النفقات. فالتعليم والتطبيب والتغذية هي أمور ما كتنتظرش حتى يعني يكون في حالة العسر ديال الأب المطلق، فإذا شنو هي الإجراءات اللي قامت بها الوزارة من أجل إخراج هذا الصندوق يعني الحيز الوجود، خاصة أن هذا مطلب ديال الحركة النسائية المغربية لأكثر من عقد من الزمن. وشكرا. شكرا سيدي. تفضل سيدي الفيزيك. سيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، هذا مشكل حقيقي ما يمكن ينكره حتى شي واحد، ووزارة العدل قامت بدورها حيث أنها هيأت مشروع قانون وقدم هذا المشروع لمجلس حكومي، ولكن الدراسة في المجلس الحكومي انتهت بتأجيل البت في هذا القانون حتى نتوفر على معطيات جديدة، تعميق في الموضوع، وبالأخص توفير الوسائل المالية لإنشاء هذا الصندوق. المشكل اللي مطروح هو مشكل تمويل الصندوق، لأن غادي هذا الصندوق غادي يتكون باش غادي يوزع النفقات على المستحقين. ثانيا، المشكل الثاني المطروح، شكون اللي غادي يستافد؟ واش غير المعوزين، الناس اللي محتاجين، وخصنا نحدو عاوتاني المقياس ديال الحاجه، او جميع الناس؟ خص كذلك تحديد واحد المقياس بالنسبه للناس اللي غادي يستافدوا، وتحديد مقاييس. ثالثا، خص اننا نضمنوا ان الاستفاده غادي تكون على مستوى كل التراب الوطني، ما غادي يمكنش يكون هذا جزء من المواطنين كيستافدوا وجزء ما كيستافدوش. اذا خصنا ننشئوا صندوق في كل محكمه ابتدائيه في المغرب كله، وخصنا كذلك نفقات ديال الاداره اللي غادي تسير هاد الصندوق. ولهذا الموضوع هو تحت الدرس، والان الاحتمال اللي كاين في الدراسه اللي الان جاريه هو اننا كنتسائلوا واش نخلقوا واحد الرسم على الخدمات اللي كتقدم للأسرة، قما الأسرة تجي لطلب بخدمة من الخدمات خصها تأدي واحد الجزء، خصنا نتفقوا على شنو غادي تأدي، أو خصنا كذلك نشوفوا أن تسجيل في الميزانية العامة ديال الدولة واحد الحصة لتمويل هذا الصندوق. هذا الشيء كله كيتطلب واحد الدراسات، تيتطلب واحد تمحيص، وان شاء الله منين نوصلوا للنتائج فغادي يوقع الانشاء ديال هذا، وما يمكنناش اننا نخلقوه ولكن نوقفوه في الطريق، خصو يكون عام ويكون مستمر. شكرا سيد الرئيس. شكرا. تعقيب سيد النائب. في
بالفعل السيد الوزير لا يسعنا إلا أن نشكر للحكومة تفكيرها الجيد وأخذها المبادرة من أجل إخراج هذا الصندوق إلى حيز الوجود. عبرتم عن كثير من الأفكار، ولكن كونوا متقنين أن السادة النواب يمتلكون كثيرا من الأفكار الأخرى أيضا. ستتعزز الأفكار بالأفكار وسنتضامن جميعا من أجل إصدار قانون يستجيب للحاجة الملحة للعديد من الأسر، ويستجيب خصوصا لحقوق الأطفال، وخصوصا الأطفال الذين يعيشون بعد وضعية الطلاق. ومن ثم السيد الوزير مطلوب من بعد 4 سنوات من العمل بقانون الأسرة باش تفكروا جيدا باش هذا المشروع ياخذ الطريق ديالو الى الوجود والى التنفيذ، لان الجميع يشيد بقانون الأسرة في المغرب وبمضامين هذا القانون وبأغاياته النبيلة، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستمر هذه الإشادة دون التفعيل، والتفعيل يأتي أولاً في التفكير في بعض مقتضياته المؤجلة، ومن بينها إحداث صندوق للتكافل العائلي. حينما يتم إحداث هذا الصندوق ستقدمون دفعة أخرى وستقدمون تعزيزاً آخر لهذا المشروع وبالتالي لجميع الأسر في المغرب. وشكراً سيد رئيس.